ما هيك عمرك ما شتي وجهي وعمرها مشيت داركم ولم يحسوا ما عليك درت فيها الغسله البنت انت مزوج وبنتي عندك باش يحسوا معي وانت ولد خالتها وهي بنت خالتك وعمرك ما جيت جيتي مره عديت راه في المرصاد خدت 5000 درهم قاعده عاد عاد نكون واذا بدرت الفلوس درتي في بنتي وتزوجتي عليها انا بغيت على الحق ما بغيت حتى شي حاجه مني جمال تيتهمك قال لك بغيتي تلصق له بنتك الكبيره حيت ماتت هذيك وهذيك راه ما تقبلوش حتى جات في الطريق ما تعرفوش راه كانت مزوجه حداه راجلها راه حداه تما وهي بداتها الطفل اللي مات هي بداتها ولي ذاك الراجل ما خرجش فيه تطلقت منه نعم وانا غير ما تاخذوش انا ربيعي واحد ما كاينش ما بقاش على الدولة انا تنطم عن بنتي صحيح باش مات وهذا اللي كان كطالب انت تشريح بنتك صريح واش سنيتي شي ورقه حيت مات سعاد لا والو تا ورقه في مره مره هو نكرني انا قاعد حداه وقال له ما كاينش حتى واش خلاوك تدخل تبوس سعاد مسكينه تصافط معاها حتى غسلت هذيك المراه عاد دارت تسال اهل سعاد داروها فوق المحمل وخرجوا لي برا كلهم تابوا يا الله هذا اللي سيبان اما ما بستيها من الراس ما توادعتي معاها ما والو بستيها من راسها ما كذبش بستيها مسكينه صافي وماش مشات حتى يبان عاهنا هادشي اللي تيبان صافي هو العساس دابا كنت مشيت للقنيطره للسبيطار قال لك ايه كاين قال لي اسكت ما تقولوش راه هو اللي قال لي سكت بحال العساس قال لك ما تقولش هاد الهضره راه قال لهم جمال ما عندها لا وعائلتها لا والو سكتنا والله يجزا بحال قول الله الله شاهد علي لما قال لي هالكلمه ولا مشيت لهذاك العساس راه ما نساش قال لي اسكت عاقل على هذا العساس اللي قال لك سكت راه جمال دخل وقال لهم ما عندهاش عائلتها هو اللي مقابل الفوريا اللي مقابل الفوريا لا مورغ هو علف جد نعم لا 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 مسدود على الاموات نعم علف جد قال لي اسكت راه جا واحد البوليسي ودخل على الكاتبه سمعت يا سيدي قلت له بغيت نخرج سمعت سكون انت بوها لا 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 شنو عندها لابو لا يديك لا خدمه منا خرجوا خرجوا مالك البوليسي عاود لي غشاش قال لي مالك قلت له بنتي قال لي نهار نسيبك خرج وقال لها ما عدت حتى شي واحد وقال لها انا متوقف اش كنت تقول له الله يرحم والدي بغيت عرفت بنتي باش مات الله يرحمها الله يرحمها المحفوظه والمغفره مرضيه سعاد مسكينه المرضيه مرضيه درويشه رضي فوق العادات الله يرضي عليها اللهم امين الله يفرشها بالرضا وغطيها بالرضا اللهم امين هاتي الوالده حجه انت اعطيتيها لا اله الا الله محمد رسول وانت الله وانت اعطيتيها له لا ستبكي لا ستبكي نهار الاول قلت لها تقدر شد المكان ما تبكي كيما درت ثانية راه ما سمحلكش من جال من العين حنا ما بغيناش نعطيوها لا تختي غادا في المدينة هي وفي المدينة فين غادا دفنت ولاد بالرجال كانت غريبة مسكينة سعاد لا غريبة كل غنجيبوها هنا ما بغاش بغيت نزبزو معاه ودخل نقضوا نسابوا له كل شيء براسو دعيت الله ياخذ به الحق البوليس براسو لا دعيت الله هضري معاه شوف يا لالا هضري مع جمال راه ولد اختك ونسيبك غيشوف هذا الفيديو هضري مع جمال تيشوف فيك ما راه عاليش وما تلاش وما قالش بنتها راه باقا محروقة عليها امها ودار هذا الشيء عيب وعار ما قالش اختي ما قدرتنيش عرس في سيمانه وعرس في سيمانه وما قالش هذيك خالتي راه غيبقى فيها الحال على بنتها وحشومه عليه وحشومه عليه وقطعتي الدم راه تنصالك حق رانا تنصالك حق عبد الله راه ما تنسمح لك لا دنيا لا اخره على ديك التمرميده اللي عصبتي بنتي فيها بنتي ماشي ديالتك وعطيتها لك اليوم تتقول ما بقيتش باغيها ما باغيش بنتي وهزيتيها وجبتيها للمحالي هذيك الساعه ما غنعاقبكش ما غنقول لك حتى شي كلمه لحقاش ما بغيتيش على خاطرك كوجتي لي بنتي المحل واليوم كون ما كنتيش باغي بنتي ما غتوليش معاها جوج بنات رانا ما تنسمح لك لا دنيا لا اخيره واليوم انا حبابي رانا تنطلب منكم نعرف بنتي عباش ميته رانا ما تنطلب حتى حاجه تنطلب على بنتي باش ميته وهذا هو الكلام وبقيت نهادي في بنتي بقيت نهادي في بنتي وفي التالي ملي قلت لها ما ديريش هاد الشيء بنيتي وتخلي بنياتك في المضيعه قالت لي امي راه عصبني بزاف ولكن الشيء كلشي عالما عليه خواتاتو وعالما عليه امو شاداني عمو
شنو كطلبي يا لالا وانت محروقه وعلاش بكيتي بالضبط دابا؟ انا تنطلب بنتي بغيت نعرفها باش ميته عاد نبرد انا راه العافيه شي حلالي في قلبي انا بغيت سعاد بنتي نعرفها باش ميته نعرف هذيك الكشكوشه اللي تخرج لها من فمها ومن نيفها نعرفها علاش علاش لحقاش ما دخلنا حتى في حاجه حتى حاجه ما دخلنا مو بركت عليا تما كاين في الدار بوحده هو تيقول لها ما عندها عائله وانا الدوار كله عائلتها كلشي تبعني على بنتي سعاد درويشه كلشي تبعني عليها اليوم ما بقات سعاد حتى حاجه من عمر كتافه ودار الفلوس في جيبو بدل سعاد بالفلوس بدلها بحيت عندها الفلوس سعاد عاد درويشه عاد درويشه وعروبيه وما عارفه حتى شي حاجه وضغطوا عليها ولدك بغى يهضر مع المغاربه عطيه يهضر ما عرفاش بغى يقول انا بعدا نهار جا النهار الاول اول صحافه ما بغاش نبيع عرفتي علاش حيت انايا ماشي ندير هذا الشيء مع عمرك بنتي انت فشي اول مره قالت اول مره تنبيع عرفتي علاش حيت انت عزيز عليا من القضيه ديال الرايان كنت متبعك بزاف الله يحفظك اخويا العزيز صافي انت اللي ارتاحيت لك باش نهضر الله يحفظك اخويا العزيز المهم انايا اش نقول لكم سعاد قالت واحد الحرقه في قلبنا يعلم بها الله انا اختي دابا يا مازال ما عارفاش واش ميته تتنفيق تلقى موتات بكا تنحس بالله راه اختي راه ماتت كل ليله تنفيق تلقى موتات بكي في الليل على سعاد مسكين على سعاد ما عارفه فين ترد بالراس ما عارفه قبور ما دفنات ما انا سعاد ما قوت بعدو علينا تجيب لي الله بحال بقى غايب حيه انا سعاد ما من صحابش ميت دابا تجيب لي الله بحال ميت حتى تنسمع اختي امي تبكي في الليل حتى نحس بالله راه اختي ماتت ديال بصح حسيت بك والدعوة الله هادشي ما الله دعوة الله هو اللي خلص كانت صبارة سعاد وما حنا غنمشي كانت صبارة سعاد بزاف حنا كون كنا ديال الفلوس كون كنا ديال الفلوس عندي 50 مع كرة بنت شحال من صحافة كبنت وكينا نرتاحي شو تيفي عليها باش بنت فيها سعاد مسكينة اي ما تقول لك باكري المهم ما تعاود على الصلاة والنبي والله هل والله جاودوها حتى بنتي ما تولدش الحاج نعم الله اللي كان الحيلة والسبب في هذا الشيء الله يلقيها له هذا الشيء ما نقوله حنا بغينا نعرفوا سعاد باش مات صافي هذه اللي حارقة لنا في قلبي سعاد انا بالنسبة لي انا راه باقي ما ماتش ديما سعاد عايشة في قلوبنا عرفتي علاش انا سعاد تتجي حالتها من تمايا تتجي من هنايا مقيه بحال ما كانتش كاع بحال ما لينها الله وصافي محمد رسول الله تيوك بنادم تيمشي للمدينه تيتنقى وهي تتجي العروبيه عاد تمشي منقيه نعم والمهم الله يلقيها له لا كان حيله وسبب ماشي حنا ندعو فيه من دايت راسنا لا كان السبب في اختي ما نسمحلوش لا دنيا لا اخره وبغينا تفتح تحقيق ونعرفوا اختنا باش ايوا انا شغل هذاك نهضر انا قدامه والله ما سمح لي بنتي وتسمع الفلوس معاك وخلى بنتي تجي في الغدا تنفلوس خرج من فمها سميتي نشوفوا اخت سعاد المرحومه سعاد اسيا ربما حتى هي بغات توجه اخر رساله خلي عندك خلي عندك انايا ظهر لي العجب انا اختي يلاه ميته ب 10 ايام وهو يا غادي يضرب العقد غادي يتكاتب وبنت خالته وبنت خالته وبنت خالته يلاه ميته هو غادي يتكاتب ب 10 ايام الله ياخذ فيه الحق وراه ولد خالته واش دار في اختي يلاه ميته ب 10 ايام وغادي يتكاتب مع الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق ليلى شنو بغيتي تقولي للجمال راه ولد خالتك وراجل اختك قال لك بان انت بغاو يجوجوك ليه وحيت انت ما بغاكش نطي حرتي مستحيل مستحيل هذاك السيد حيت مكرفس على اختي وما عندناش في العائله انا ناخذ راجل اختي انا طليقي راه تيكون حداه وحسن منه وراجل عليه بزاف ما كانش مكرفس عليا ولا صيفطني الروضه بحالو باش انايا عنو نتزوج براجل اختي وهو مكرفس على اختي وهو معذب اختي واختي الله ميته ب 10 ايام غادي يتكاتب مع بابي وفهموني هاد السيد راه هو اللي السبب اختي تم اختي شافت الفيديو تيركب الحسنيه الخاتم اش قالت لك قلتي لي عندك شي ميساج ولا شنو كانت تقول لك في الايام الاخرى اخر حوارات كانوا مع المرحومه يلاه صيفطت ليا اوديو قالت لي كي دايره امي لاباس عليها وتنتسناو تجي في العطله حنا تنتسناو اختي تنتسناو تجي في العطله تعيطوا لنا قالوا لنا سعاد راه ما بقاش الدوي داخلها الموت لا داك الفيديو اللي كنخرج ليها الموت كنشتو صح جا فو مرام صور شنو الحاج واحد الفيديو مصور اه
انت تموت وخارج كسكوشه راه يا سلام. صحنا عليك ساعه ما تحل الكسكوشه تدخل دوز المسواله.